ليك دكتور اسلام السيد، سعيده ان انا معاك النهارده في اسكندريه، وطبعا كلنا خارجين من الكورونا والحبسه 3 شهور في البيت، الناس كلها وزنها زايد والناس كلها طبعا بتاكل وعايزه تقوي مناعتها، فالناس شغاله على الاكل وكمان بتتسلى فاضيه واقفه في المطبخ طول النهار، اللي بيعمل محشي واللي بيعمل كيكه واللي بيعمل كريم كراميل، خلاص هنبتدي نرجع تاني ننزل ونشوف نفسنا. فطبعا انا سعيده ان انا بكون هنا النهارده علشان كمان مش بس الشكل وكده، لكن الناس المرض اللي عندهم مرض السكر واللي عندهم الضغط، العمليات اللي بتتعمل ديت بتضيع الـ 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 الامراض ديت. فاحنا النهارده مع دكتور اسلام السايس هيكلمنا امتى المريض بيحتاج اجراء جراحه السمنه، يعني امتى يحس ان لا مش هيجي معاك نتيجه الدايت او الرياضه، دول مش هينفعوا معاك، انت محتاج فعلا انك تيجي هنا عند الدكتور علشان تعمل بتحتاج عمليه جراحه السمنه. هنعرف حالا من الدكتور اللي هيجاوبنا، واحنا سعداء بوجودنا معاك. هي جراحات السمنه دلوقتي خلاص بقت منتشره جدا في العالم كله، ونتائجها بقت واضحه ومثبته من الجراحات اللي جابت نتائج فعاله جدا على مستوى العالم في خلال 20 او 30 سنه الاخيره. احنا عامه المريض بيجي لنا بنقيم المريض بصفه عامه من كل اجهزه الجسم، أنشطة الغدد المختلفة، الأمراض المصاحبة، السكر، الضغط، نشاط القلب ووظائف القلب، وبعدين بيهمنا جدا ان احنا بنركز عليه اللي هو معامل الكتلة الجسمية للمريض. ده معادلة بسيطة يعني لو حبينا نوضحها للمشاهدين، بنقسم وزن المريض على طول المريض بالمتر مربع. يعني مثلا لو مريض وزنه 120 كيلو وطوله 170 سنتي، يبقى نقسم 120 على 1.7 في 1.7. الرقم اللي طالع ده اللي هو بنسميه بي ام اي، اللي هو معامل الكتلة الجسمية للمريض. حسب قيمة هذا الرقم، لو كانت القيمة اكتر من 40، ده المريض ده يبقى candidate for bariatric surgery، يعني محتاج تدخل جراحي. لان اكتر من 90% من المرضى دول بتفشل معهم الانظمة الغذائية تماما. ودول بيبقوا فعلا نتائج الجراحات معهم بتبقى فعالة جدا. زائد فئة مهمة جدا، لو الرقم ده طلع 35 والمريض بيعاني من امراض مصاحبة، لان احنا عارفين ان السمنة المفرطة دايما بيبقى مصاحب ليها السكر، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في وظائف القلب، اضطرابات في التنفس اثناء النوم، مشاكل في المفاصل، مشاكل في القدرة على الانجاب. كل هذه الامراض وارتفاع الدهون في الدم، مستوى الدهون في الدم، كل هذه الامراض لو متواجدة او مصاحبة مع الرقم اللي قلناه اكتر من 35، برضو هذا المريض بيستفيد جدا جدا من اجراء جراحات السمنه المفرطه. فعايزين نعرف كل حاجه عن العمليات الجراحيه اللي يصل المريض ليك هنا وتقوم بيها علشان يرجع لوزنه المثالي. طيب، هو اشهر انواع جراحات السمنه، يمكن اكتر عمليه بتجرى دلوقتي على مستوى العالم، اللي هي تكميم المعده. تكميم المعده احنا عندنا لو شبهنا المعده دي بمثلا زي كيس مثلا او قربه مثلا، حجمها حوالي لتر ونص تقريبا، جاية من المريء وبعدين المعدة وبعدين الأمعاء الدقيقة. فتكميم المعدة بيحصل، بنعمل استئصال طولي كده لحوالي 80-90% من المعدة، بحيث ان الجزء اللي فاضل ده بيبقى ساعته تقريبا 100 ملي، يعني زي نص كوباية مية كده تقريبا. ده بالنسبة لتكميم المعدة. في نوع تاني برضو منتشر جدا اللي هو تحويل المسار. تحويل المسار برضو احنا في صور هنشوفها المشاهدين. تحويل المسار، في برضو تحويل المسار المصغر ده المنتشر قوي دلوقتي، نتائجه ممتازة جدا. برضو نفس زي ما قلنا المعدة بنقسمها جزئين، جزء صغير علوي بيبقى على اتصال مع المريء، وده بيتفصل تماما عن الجزء السفلي. الجزء السفلي اللي هو اغلب المعدة اللي واصل على الامعاء الدقيقة، وجزء علوي اللي هو جاي تحت المريء على طول. الجزء العلوي ده بنوصله بوصلة كده بالامعاء، يعني هي الامعاء بتترفع وبتتوصل بيه. يبقى انا بالطريقة دي المريض كمية الاكل اللي هياكلها هتبقى قليلة جدا، لانها هتنزل في الجزء الصغير اللي مسموح ان الاكل ينزل فيه، وجزء من الامعاء بيتعمل له باي باس، او يعني بيتم تغاضي نزول الاكل فيه. فالمريض في الحالة دي بيستفيد بطريقتين، رقم واحد كمية الاكل بتقل، رقم اتنين امتصاص الاكل بيقل. ودي بنفضلها اكتر في المرضى اللي بيبقوا بيعانوا من مرض السكر.
في نوع ثالث اللي هو ابتدى ينتشر حاليا دلوقتي في الشرق الاوسط اللي هو الساسي، ده مزيج ما بين التكميم وتحويل المسار، يعني نعمل التكميم الاول وبعدين ناخد برضو زي ما قلنا جزء وصل يعني الامعاء نرفعها كده على المعدة بعد اجراء التكميم ليها، بحيث ان برضو يبقى في ازدواجية في الفانكشن او في الوظيفة، الجزء اللي بياكل فيه المريض قليل وامتصاص الاكل من من الغذاء اللي بياخده المريض بيبقى اقل طبعا من الشخص الطبيعي. ده بالنسبه للجراحات. بالنسبه لبالونه المعده برضو من الحاجات المنتشره جدا اللي يظهر دلوقتي عندنا، اللي هي النوع الحديث حضرتك سمعتي عنه يمكن اللي هو الحبايه، زي الظاهره بالظبط زي حبايه الدواء، زي الانتيبيوتيك كده بالظبط، حاجه صغيره جدا كده زي حبايه المضاد الحيوي بالظبط. المريض بيجي لنا دي بنختارها للمرضى اللي عندهم زياده بسيطه في الوزن، يعني مثلا سيده مثلا عايزه تخس 15 او 20 كيلو مثلا، مش اكتر من كده. الزياده الاكتر من كده ده بقى بنفكر في الجراحات. دي مثلا هنا بنعمل ايه؟ دي حبايه صغيره المريض بيبلعها وهو صاحي تماما، يعني اي مريض يعني زي حضرتك كده صاحي تماما صايم، بس قبلها بيبلع الحباية دي عادي خالص عن طريق البق بدون تخدير بدون منظار بدون اي حاجة، بتتبلع الحباية بتوصل للمعدة وبتبقى متوصلة من خلال المريء كده بزي سلك رفيع او تيوب انبوبة رفيعة خالص، بنوصلها بمحلول بيبقى متوافر مع الكبسولة دي، بتملأ الكبسولة دي بحوالي 500 ملي يعني نص لتر تقريبا سائل، وبعدين بنفصل الأنبوبة دي منها، كل ده والمريض صحي تماما بدون أي تخدير بدون أي منظار بدون أي حاجة، بنفصل الأنبوبة دي منها ونتيجة كده الكبسولة دي بتتحول لزي بالونة مليانة حوالي نص لتر سائل بتملأ المعدة، فبتقلل بشكل كبير الرغبة في التناول الطعام أو الإحساس بالجوع عند المريض. وزي ما قلنا دي بقى ميزتها برضو إن هي ما بتحتاجش إن إحنا نشيلها بعد كده، هي لوحدها بتدوب في خلال 4 شهور بتدوب جوه المعدة، ونتيجة كده المريض بيخس حوالي 20 كيلو مثلا في خلال 3 لـ4 شهور. برضو يا دكتور عايزين نعرف ايه هي نتائج الجراحات بقى، يعني احنا اتكلمنا على الحسابات وان الناس ازاي تيجي، واتكلمنا كمان عن الحباية اللي هي بتتاخد ودي مهمة جدا بدل العمليات، هي حباية صغيرة كده بتاخدوها زي البالونة بتنفش، وانا شايفة دي كمان مهمة جدا، الناس اللي بتخاف من البنج وبتخاف من انها تدخل تعمل منظار او كده انها تاخد الحباية دي ودي سهلة. عايزين بقى نعرف الحباية نتائج الجراحات دي بتكون ايه؟ يعني لو سألتيني الأسئلة دي مثلا من 10-15 سنة كانت هتبقى الإجابات مختلفة عن النهاردة. الجراحات السمنة وجراحات المناظير بصفة عامة في تطور مستمر، يعني يمكن كل 6 شهور الدنيا بتتغير وأسلوب التعامل مع الحالات بيختلف وإفاقة الحالات وأسلوبها بيختلف. العمليات دي بتتم كلها عن طريق المنظار البطني الجراحي، ما بيتعملش فتح التقليدي بتاع زمان ده خالص دلوقتي. فتحات طولها حوالي 9 ملي يعني، وبتتخيط تبقى خياطة تجميلية كلها ما بتبانش تقريبا بعد 2 أسبوع تقريبا. نتيجة كده الجروح بتبقى حجمها أصغر بكتير جدا من زمان، الألم بتاعها يكاد يكون غير موجود، يعني يوم بالكتير بعد العملية شوية ألام نغزات بسيطة كده مكانها. وزي ما قلنا بتتعمل عن طريق منظار البطن الجراحي، الإفاقة بتبقى يعني فورا بعد العملية، المريض ما بيحتاجش يدخل غرف عناية مركزة ولا حاجة إلا إذا كانت حالة مستدعية يعني عندها أمراض مصاحبة مستدعية حاجة زي كده، إنما في 99% من الحالات الإفاقة بتبقى فورية بعدها، المريض بيبتدي يشرب من نفس اليوم أو تاني يوم بكرة الصبح بعدها الصبح يعني بعد العملية، والعودة إلى المنزل بتبقى في نفس اليوم بالليل أو تاني يوم الصبح، والمريض يعني بيمارس حياته الطبيعية بعدها بيومين إلى 3 مش أكتر من كده. في حاجة اسمها تدبيس، تدبيس دي إيه؟ غير التدبيس ده هقول لحضرتك على حاجة، هو كان في زمان برضو زي ما بقول لك كده من 15 سنة كده كان في عملية اسمها تدبيس المعدة، العملية دي انتهت من العالم الكشكشة أو الكشكشة، لا دي هقول لك عليها ماشي مفيش مشكلة، دي يعني حاجة ثانية، دي أكتر من ده أكتر من عملية دلوقتي، يعني التكميم غير التدبيس غير التدبيس دي خلاص ما بتتعملش ما بتتعملش، بس هو الناس
احيانا بيقولوا على التكميم تدبيس يعني بيسموها كده، انما التدبيس الاصليه دي انتهت من العالم كله. الكشكشه بقى، الكشكشه دي عمليه برضو نتائجها يعني مش 100% يعني لم يثبت على المدى الطويل نتائج فعاله ليها. بس هي باختصار يعني لو جبتي بالونه كبيره كده وقعدنا نكشكشها من بره بحيث ان حجمها يصغر، هي دي فكرتها، تصغير حجم المعده من خلال الغرز بدون عمل استئصال او تحويل مسار او كده، لكن نتائجها مش يعني مش فعاله قوي. وبنشوف دلوقتي حالات كتيره منها بنبتدي نعمل لها ريفيجن او يعني اصلاح بعدها مثلا او كده. في ناس كتير يا دكتور بعد ما عملت العمليات دي رجعت تخنت تاني، نظام التغذيه بقى دي المهمه. ده بقى دي اهم نقطه على فكره في الموضوع. يعني انا احييك جدا على السؤال ده، ده اهم نقطه. بعد العمليه احنا قلنا باختصار قبل كده اول اسبوع سوائل، تاني اسبوع اكل سوفت، تالت اسبوع حاجات في الخلاط، رابع اسبوع يعني يكاد يقترب من الطبيعي. بعد كده المريض بيرجع لحياته الطبيعيه عادي، في بياكل نفس الاكل الطبيعي اللي في البيت عادي خالص. لكن مهم جدا ان احنا دلوقتي مصغرين حجم المعده، بمجرد ان المريض حس بالشبع يتوقف عن الاكل. في ناس بقى بتعمل ايه، بتوقف وتكمل. يعني مثلا انا بشوف اصحابي مثلا بياكلوا بيحطوا الاكل اللي نفسهم ياكلوا فيه، محشي وكل حاجه ماشي، انا احنا خلاص بياكلوا 10 دقايق يتعبوا، في ساعات يقوموا يرجعوا كمان، يفضل الاكل 3 4 ساعات لغايه ما يخلصوا الطبق وياكلوا ويرجعوا ياكلوا. لا ده كده هو مش فاهم العمليه خالص، لا هو الدكتور شرح له ايه العمليه ولا المريض عارف يتجاوب معاها. مش المفروض خالص ان المريض بعد العمليه يرجع، التفاصيل لازم تنتهي. بس خلي بالك هو المريض في حاجه مهمه، ان هو مش هيبقى عنده احساس بالجوع. المريض بعد العمليه دي ما بيبقاش عنده احساس بالجوع. يعني انا مش بمشي المريض، مش بقوله على دايت ممنوع عنك كذا ممنوع عنك كذا ممنوع عنك كذا، لا انت مسموح لك تاكل كل حاجه، بس انت المعده بتاعتك الساعه بتاعتها قد طبق الزبادي الصغير ده كده بالظبط بالظبط. يعني هو بيجي المريض يقول لي انا قادر اكل معلقتين زبادي، ربع طماطمايه، حته لحم، خلاص. وهتحس بالشبع، مش هيبقى عندك اي احساس بالجوع بعد كده. يعني انت مش هنقولك بقى لا ممنوع انت محروم من كذا محروم من كذا، لا انت بتاكل عادي خالص، بتحس بالشبع وانس، بمجرد انك حسيت بالشبع لو سمحت خلاص خلصت كده. مسموح لك 4 لـ5 وجبات في اليوم، انت مش هتقدر تاكل اكتر منهم. اللي بيحصل بقى ان المريض حاجه من الاثنين، يا اما ان من الاول خالص اختيار العمليه دي للمريض كان غلط، يعني انا اخترت عمليه مش مناسبه للمريض ده فما جابتش النتائج المرجوه، او ان الدكتور ما عادش بقى القعده بتاعتنا دي كده يشرح للمريض اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، التزم بكذا، خد فيتامينات كذا بعد عمليه، اسلوب الغذائي نظامه كذا. دي لو التزم المريض بالحاجات دي بتدي نتائج لعشرات السنين، مفيش مشكله. مهم جدا برضو النقطه الثانيه، ان المريض بننصحه بعد العمليه لازم في شويه فيتامينز ياخدها، بس هي مش حاجه يعني ده هم ابرتين مثلا، ابره كل شهر، نوعين او ثلاثه من الابر، واحده كل شهر، وقرصين مثلا في اليوم. بالذات اول سنه بعد العمليه، يعني ما هياش حاجه، مش بقى المريض اللي هو هيمشي بكيسه فيتامينز معاه، حاجات بسيطه جدا. ولو جيتي تقارنيها بادويه السكر والضغط لا طبعا دي بسيط. ارحم بكتير جدا، بدل ما احنا دلوقتي كلنا ماشيين بكيس فيتامينات قد كده. انا باخد لا ليه كتير ادويه، لا باخد مش فيتامين سي وباخد زنك وباخد مغنيسي وباخد ايوه بس يعني وباخد انا باخد 10 ادويه كل يوم الصبح، معدتي وجعتني عشان الكورونا. لا لا مفيش الكلام ده، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. وانا سعيده جدا ان انا معاك يا دكتور. اللي خرجوا من الكورونا ضايعين بقى، اللي كانوا طول النهار واقفين يعملوا صينيه المكرونه وصينيه المحشي وكله بقى، وقاعدين اللي قاعد قدام الثلاجه واللي بيفتح الثلاجه واللي بيحط الثلاجه واللي قاعد على يشوف ازاي يعمل كريم كراميل وازاي يعمل الكيكه والتورته. خلاص الصيف دخل وهنبتدي ننزل كلنا، هنرجع شغلنا وهنتعايش مع الكورونا، رضينا ام لم نرضى لازم هنتعايش معاها، لان ده ما حدش عارف هينتهي امتى، والحياه مش هتقف. نرجع بقى لرشاقتنا ولصحتنا، والناس كمان اللي عندها السكر واللي عندها الضغط، المشاكل في القلب في التنفس، المشاكل دي كلها الكورونا لما بتيجي بتبقى صعبه على الناس دي. فلازم نحافظ على صحتنا الفتره الجايه من ان احنا نخفف وزننا. فالعمليات دي فعلا بتضيع السكر وبتضيع الضغط. وكمان في النهايه حاجه اهم من ده كله، لا جراحه ولا عمليه، هي حبايه
هتاخدوها بالونة هتبقى في الجسم هتخليكم ما تاكلوش وترجعوا تاني في فورمة الساحل بقى ان شاء الله.